نصيحتي ليكم النهارده عن الترابط الاسري. اثبت علميا ان الترابط الاسري ده بيرفع المناعه جدا، وبيحسن فعلا الجسم كله، حاله الجسميه كلها بتتحسن من الترابط الاسري ده، وبيطول في العمر. فدي حاجات اثبتت علميا. فاحنا في رمضان عايزين نحاول دايما ان احنا تبقى هي فرصه اصلا كويسه جدا في رمضان ان احنا نجتمع كتير مع بعض على الفطار، ودايما يبقى في ترابط دوت علشان صحتنا تبقى احسن كتير. وفي نفس الوقت لما صحتنا تبقى احسن كل الوظائف تشتغل احسن كتير جدا، تحمينا من الامراض وتساعد بعد كده حتى في ان الواحد يخس. كل حاجه بتفرق ومرتبطه ببعض. فهي دي كانت نصيحتي ليكم النهارده.